في جزء الاخير عندنا يا جماعه اسمه الاي سي تي ان افري دي لايف، استخدام الكمبيوتر في حياتك فين؟ ايه برضو؟ طب تشوفي جهاز تاني؟ طيب الله طبيعي. استخدام الكمبيوتر في حياتك فين؟ هو بيجيب لك بيعرض عليك بعض الخدمات بتستخدم فيها الكمبيوتر، فبيعرفك مثلا ان احد خدمات الكمبيوتر بيسموها الاي كوميرس. كلمه اي كوميرس، اي اختصار لكلمه الكترونيك، وكوميرس يعني التجاره يا جماعه، التجاره الالكترونيه. انا بيهمني مش ده كله الرغي، انا بحدد حاجات هوريها لكم دلوقتي. في التجاره الالكترونيه هو عايز يعرف منك بس التعريف، وادي التعريف باين قدامكم اللي هو ايه يا جماعه؟ buying and selling of product through an electronic system. هو بالعربي بيسموها بيع وشراء البضائع عن طريق الانترنت، بيع وشراء البضائع عن طريق الانترنت. خلاص يا جماعه؟ طبعا البيع والشراء البضائع عن طريق النت يا جماعه فيه مميزات وفيه عيوب. طب ايه المميزات بتاعت البيع وشراء البضائع عن طريق النت يا جماعه؟ المميزات ان السيرفيس، الخدمه متاحه 24 ساعه. خلاص؟ تقدر تعرف ديتيلز على كل منتج انت عايزه. خلاص؟ تعرف تعمل كومبير، يعني ايه كومبير؟ تقارن، بالظبط كده، تقارن بين الاسعار وبعضها. خلاص؟ يقدر يوصلك الحاجه لحد بيتك والكلام ده كله. لكن العيب في التجاره الالكترونيه ايه يا جماعه؟ اللي انت ممكن تتعرض لحاجه اسمها الفرود. ايه الفرود؟ النصب او التزوير، بمعنى ان انت تدخل على فيك ويب سايت، موقع تدخل عليه تسجل بياناتك، يروح ساحب رقم الكريدت بتاعك ويروح ساحب الفلوس من عليها كلها. خلاص؟ وده بيسموه الفارمنج. الفارمنج اللي هو الاختراق، اللي هو واحد ايه يعني، في صور للاختراق ازاي يا جماعه، يبعت لك على الايميل يقول لك مبروك، ده احنا بنك في نيجيريا مثلا، وفي واحد مات واوصى ان هو بعد ما يموت يدي ثروته لواحد، واحنا عملنا حركه وانت طلعت الشخص اللي خلاص. الكلام ده بيحصل، وده حصل يعني شخصيا. فرحت رديت عليه قلت له ايه؟ قلت له اوكي خلاص حول لي الفلوس. قال لي لا، لازم تفتح اكونت، حساب في بنك، حساب بنكي، وتبعت لنا قيمه الضرايب بتاعت الفلوس دي واحنا نحول لك الفلوس. خلاص؟ فرديت قلت له اي دونت هاف انف ماني تو ايه تو سند ذيس تاكسز دي. فراح قال لي خلاص حط الفلوس اللي معاك واحنا ناخدهم ونبقى نبعت لك بقى الفلوس ونخصم اللي هناك. يعني بينصب يعني فبالتالي ايوه. طب ماشي يا عم، اخصم من الفلوس اللي ليا عندك وبعتهم لي مثلا. لا، وبنك في نيجيريا، خلي بالك اللي هو نيجيريا الجيل العالم ال 15. ايوه. فبالتالي خلي بالكم موضوع النصب. حاجه برضو النصب تاني يا جماعه، اللي هو ممكن تشوف الحاجه على النت كده كبيره ويجي يبعتها لك البيت، تحس ان هي مش عارف كتكوت صغير. فطبعا الزوم والفوتو دلوقتي بيكبر لك كل حاجه. فخلي بالكم من عمليه التجاره الالكترونيه. غير برضو حاجه، لو انت حصل واشتريت بضاعه واكتشفت ان هي مش حلوه، عشان ترجعها تاني بتدفع مصاريف شحن. فمصاريف الشحن دي بتختلف من كل دوله لتانيه. فدي برضو عيوب التجاره الالكترونيه. لكن في العالم كتير بيشتغل. ايه اشهر موقع التجاره الالكترونيه يا جماعه؟ موقع مشهور في العالم كله. سو دوت كوم، ده بتاع مصر. في امازون، موقع امازون ده من اشهر المواقع. طبعا موقع ايه يعني، سكيور. خلاص تمام. بتعرف ان الموقع امن من ايه يا جماعه؟ من حاجتين. اي موقع امن بيتعرف من حاجتين. اول حاجه الاس اللي موجوده هنا دي، اللي بتاعت السكيورتي، ودي مش اي حد بياخدها وخلاص تمام. وكمان اللي هو الباد لوك ده، القفل ده، ودي مش اي مواقع بتاخد حاجه زي كده. لكن موقع امازون ده معروف في العالم كله، تشتري من عليه اي حاجه، حاجه تكنولوجي، حاجه مش طبعا مش اكل ولا الكلام ده كله، حاجه لبس. ايه شيب، شحن، ما عارف. هنا عندنا فيديكس في المنيا هنا مصر، شحن بيشحن عليه. يعني تشتري يعني مثلا انت عايز تشتري لابتوب مثلا، ادي اتش بي. خلاص كده انت عايز اتش بي ايه لابتوب اهو، يبدا بقى ايه يعرض عليك اللابتوبات كلها، وانت تبدا بقى تشوف الاسعار بعضها، ويجيب لك مميزات وتشوف شكله وفيديوهات والكلام ده كله. فاشهر المواقع دي اسمها التجاره الالكترونيه. تمام. حاجه تانية لغايه ما يفتح الموقع، غير التجاره، وده ملخص الرغي اللي بيحصل ده، يعني اسمها الاي بانكينج. الاي بانكينج اللي هو ايه؟ اللي هو البنك الالكتروني، او نظام البنكي اللي هو الالكتروني، اللي هو عباره عن ايه يا جماعه؟ هي خدمه بيقدمها لك البنك ب
بتقدر من خلالها تعمل حاجه اسمها ترانسفير فاندز. ترانسفير فاندز اللي هو نقل الاموال، وده عباره عن تطبيق بيكون عندك على الموبايل او على الكمبيوتر بتاعك، تقدر تعمل بيه نقل الاموال وتشتري والكلام ده كله. في حاجه تانية من مميزات الاستخدام الكمبيوتر في حياتك اسمها الاي جوفرنمنت. الاي جوفرنمنت اللي بيسموها بالعربي الحكومه الالكترونيه. ايه الحكومه الالكترونيه؟ ان اصبح دلوقتي اي مؤسسه اي وزاره بقى ليها ايه؟ بوابه الكترونيه. البوابه دي بتقدر من خلالها تتواصل مع الوزاره وتعرف الاخبار والكلام، زي مثلا البوابه بتاعت ايه؟ وزاره التربيه والتعليم، خلاص؟ اهو اللي هي مثلا ايه؟ www.moeministryofeducation معايا؟ .gov.eg دي اللي هي البوابه الالكترونيه، او بيسموها البوابه الالكترونيه الخاصه بالموقع. تعرف عليها الاخبار والكلام ده كله. خلاص؟ طبعا. بص هقول لحضرتك بالظبط انا عملت ايه حجز تذاكر. اول حاجه بروح انا هعمل حجز تذاكر الكتروني، طبعا بروح بنشط الفيزا بتاعتي، اي فيزا بروح البنك واتصل بيقول اتصل بخدمه العملاء، اتصل بخدمه العملاء اقول له نشط لي خدمه الحجز تذاكر عن طريق الفيزا، وبعد كده بعدها ب 24 ساعه بيردوا عليا التفعيل بتاعها. بعد كده بدخل على موقع حجز تذاكر اللي هو بتاع اللي هو السكه الحديد. السكه الحديد، وتبدا عن طريق السكه الحديد ده كل حاجه. بس خلي بالك التذكره لو هتحجزيها باسمك حضرتك تمام يبقى انت عادي اوكي، لكن لو انت هتديها لحد لازم يكون معاه صوره البطاقه بتاعتك عشان في في الاطراف بالظبط، لكن هو ايه ما بيديش الموضوع كده وخلاص تمام. فده برضو ايه، بس هي طبعا مريحه ليه؟ لو ما فيش تذاكر خلاص هو بيخصصوا داخل دايما اخر عربيه ورا خاصه بالحاجات اللي هي الاونلاين دي، ودي يعني ايه حصلت معايا شويه كتيره. اهو سكك حديد مصر. خلاص طبعا الايام دي مفيش والدنيا صعبه في السفر عشان الاعياد، عشان الاعياد طبعا. خلاص فطبعا ده لغايه ما يفتح وراها لكم برده ايه تعملوها ازاي. فده برده اسمه الاي جوفرنمنت. في حاجه اسمها الاي ليرنينج. الاي اللي هو التعليم عن بعد. ايوه التعليم عن بعد اللي انت بتنتسب لجامعه زي التعليم المفتوح بالظبط، اللي انت ممكن تحضر المحاضرات بتاعتك والكلام ده كله عن طريق النت والقصص دي كلها، او تنتسب لجامعه عن طريق النت. بس طبعا ليها مميزات، اللي انت تقدر تحضر السيشن بتاعك في اي وقت، في اي وقت، وتنظم مواعيد المذاكره بتاعتك والكلام ده كله. لكن العيوب التكلفه. التكلفه بتاعتها ان انت بتتكلف طبعا ايه عشان تدخل على النت، بتطبع ورق والكلام ده كله، والتكلفه والعيوب، العيب القاتل ان مفيش اتصال بينك وبين المحاضر. فانت لو عايز تسال سؤال او حاجه زي كده مش هيبقى في بينك وبينه اي كونتاكت يعني. خلاص ممكن اعمل كومنت على الفيديو ورد عليه، ممكن من تحت لو هو ليه فيديوهات. ممكن لو ليه فيديوهات بس مش هرد عليك يعني في الاول، لازم بعدها بفتره مش هرد اصلا عملتها كذا مره والله. في بقى حاجه اسمها التلي وركينج. ايه التلي ورك ده؟ ده العمل من خلال البيت يا جماعه، العمل من خلال البيت اللي هو working at home. خلاص using telecommunications ادوات الاتصال. ازاي دلوقتي بقى في ناس دلوقتي بيعملوا جروبات على الفيس، لبس بقى واكل، ويقول لك بمناسبه العيد الفطير المشلتت من عندي والكلام ده كله والقصص الحلوه دي. خلاص هو نفس الفكره يعني. تمام انت ممكن تسوق لنفسك عن طريق النت، عن طريق الفيس والكلام ده كله. بس عايز اقول لحضراتكم على حاجه، في غير التسويق الشبكه اللي انت تعملي جروب لنفسك على الفيس او زي الفريلانسر. انا بعمل، انا مثلا عامل جروب لنفسي على الفيس، والجروب دوت خلاص بيبدا الناس بقى ايه تتواصل معايا والكلام ده كله، ببيع لبس، ببيع اي حاجه في الدنيا، القصص دي كلها. او تعمل لنفسك بيج، بس الصفحه ليها ميزه، الصفحه انت بتدفع عليها فلوس اولا عشان يوصل لك لعدد. ليه؟ لان هو الفيس هو اللي بيسوقك، لكن الجروب انت بتدعي الناس ليه. يعني الجروب انت بتروح تقول معلش يا جماعه ضيفوا اصحابكم على الجروب بتاعي، لان انت مفيش حد بيسوق لك. لكن البيج انت بتدفع مثلا ايه، تقول له انا عايز اسوق لنفسي لحد 100,000، يقول لك والله ال 100,000 في السنه مثلا ب 5 دولار او ب 10 دولار او ب 12 دولار تقريبا في الحدود دي. تدفع انت ال 12 دولار عن طريق الفيزا خلاص، وتعمل الصفحه بتاعتك، هو بقى الفيس يسوقهاك لكل الناس. خلاص ده الفرق بين البيج والجروب. خلاص البيج دي الفيس هو اللي بيعمل الادفرتايز ليك، لكن الجروب انت اللي بتدور وانت بتبعت للناس والكلام ده.
خلاص. طبعا ايه اكتر الناس على الجروبات اليوم الفيميلز اكتر من الميلز، الشباب ما فيش تسويق لهم خلاص، ما مش عارف لبس، مش عارف ايه موضه، مش عارف اكل، طب ايه وكده. تمام ماشي. ايه بقى المميزات في التيلي وورك، العمل من خلال التليفون او العمل من خلال البيت؟ البيت سام تاسكس ار ايزير، المهام بتاعتك بقت سهله اصل انت في البيت عشان تركز عليه. لو انت اب بيرنت هتقدر تنسق الموضوع وساعات العمل، فبالتالي انت كده كده مش هتطلع بره، فتعرف تتابع اولادك والكلام ده كله. خلاص بتختار الوقت المناسب اللي انت تقدر ايه تشتغل فيه. الكوميوت الكوميوتنج ريديوس، يعني الانتقال بيقل، لان انت مش بتروح حته، فبالتالي انت كل شغلك بالتليفون او عن طريق النت يعني. تقريبا مثلا زي ايه، بتسيفنج الوقت، بتسيفنج يعني انت مش بتاخد مساحه كبيره عشان تشتغل فيها، انت كل اللي عايزه كمبيوتر ومكتب، مفيش مكتب ولا سكرتيره ولا الكلام ده كله. العيوب بتاعت العمل من خلال التليفون يا جماعه، الديس ادفانتج، اللي فيه فرص قليله جدا اللي انت تتواصل مع الناس زي الجروب مثلا خلاص، او تلتقي الناس، ومش هيبقى عندك حاجه اسمها ثقافه التيم وورك، لان انت كده كده بتشتغل لوحدك، فريق العمل دي ثقافه التيم وورك، دي حاجه حلوه جدا خلاص. ويعني بس كده يعني، يمكن هي دي ايه خاصه باكتر حاجه بالنسبه للايه للتيلي وورك عندي. ولكن هو بيسالك عليه في الامتحان التعريف، التعريف بتاع التيلي ووركينج عندك. ندخل على حاجه بقى خلاص، بنخلص حاجه اسمها الكوميونيكيشنز، الاتصال. احنا عرفنا ادوات الاتصال على النت اللي هي الايميل، تبعت وتستقبل رسائل، والميل افضل من الطريقه التقليديه. لكن في غير الايميل يا جماعه حاجه اسمها الانستنت مسج، بالعربي اسمها الرسائل الفوريه. الرسائل الفوريه اللي هو بالظبط زي الماسنجر، اللي هو التشات اللي انت بتكلم حد عن طريق النت خلاص، باستخدام التكست اكتر يعني منه اللي انت تكلمه مايكرو والكلام ده كله. فخلي بالكوا الانستنت مسج دي اكتر، دي لازم يكونوا شخصين موجودين في نفس اللحظه، ويبقى كل شغلهم في الغالب بيكون تكست. في برضه من مميزات استخدام الكوميونيكيشن حاجه اسمها الفي او اي بي، فويس اوفر انترنت بروتوكول، بمعنى التحدث الصوتي عن طريق النت. دلوقتي احنا لو معيش رصيد على طول بتكلم واتس، اتكلم فايبر، اتكلم ايمو، الكلام ده كله، هي دي صوتها. واول برنامج تحدث صوتي كان السكايب. السكايب بالظبط، ده كان اشهر متحدث صوتي لحد دلوقتي يعني. حتى المقابلات في الشركات بره زي قطر مثلا، قطر مثلا ما تجيبكش تعمل مقابله خلاص، تعمل لك المقابله عن طريق السكايب خلاص، تقعد على السكايب يقول لك عندك مقابله الساعه كذا، بتسطب عندك السكايب ويدي لك رقم بتدخل عليه ويعمل لك المقابله عن طريق السكايب خلاص. من مميزات النت برضو حاجه اسمها الار اس اس، الريلي سمبل سينديكيشن، بيجي عليها في الامتحان الاختصار ده، يقول لك ار اس اس معناها ايه، ودي خدمه الرسائل الاخباريه المحدثه، خدمة الرسائل الإخبارية، وهي بتسجل الكلام ده، بتسجل عشان برضه تذاكروه في البيت. خدمة الرسائل الإخبارية المحدثة، لما تيجي تذاكر النت ذاكره من الأسئلة، هيوفر عليك شغل كتير جدا، ذاكره من الأسئلة خلاص، لأن 90% أو أكتر من حاجة و90% هي الأسئلة دي هي الامتحان. إيه خدمة الرسائل الإخبارية؟ في التلفزيون عندك من تحت فيه رسائل إخبارية اللي هو الشريط، اللي هو الشريط تيجي تفتح موقع خلاص يا جماعة، زي مثلا موقع زي جوجل يوم السابع خلاص، اهو تلاقيه في شريط اخبار كده اسمه الار اس اس، هو اسمه كده، لو هيفتح معانا دلوقتي هوريه لكم، يعني مكتوب جنبه كلمه ار اس اس، فدي اسمها خدمه الرسائل الاخباريه المحدثه. من خدمات النت برضو خدمه معروفه اسمها البلوج، البلوجات، البلوج يعني ايه؟ المدونه. كل اللي بيفهم يسمع كلمه مدونه تيجي في دماغه حاجه اسمها المدونه الشعريه، لا، المدونات دي اساسا موجوده قبل الفيس، قبل الفيسبوك لما ينتشر في 2000 وحاجه، 2001 2002، الفيسبوك من 2002 2003 على فكره في العالم كله، كان في حاجه اسمها مدونات. ايه المدونه دي؟ انت بتعمل صفحه لنفسك بتنشر عليها الدايريز بتاعتك. ايه الدايري؟ دايري يعني اليوميه بتاعتك، صباح الخير عليك والنهارده انا في كذا، بتحط عليها الصور بتاعتك، بتحط عليها موضوع والناس تناقشه، دي اسمها الدايري. طب دي انا لغايه دلوقتي متاحه، انت دلوقتي اهو خلاص، لو جيت فتحت من هنا وكتبت مثلا اهو هيثم
طبعا في الموقع ما اسموش هيثم، هيثم تك تكنولوجي دوت بلوج سبوت. خلي بالك انا عامل الدايري دي من او دي من زمان جدا يعني، فمش هتعرفوني اساسا. هيثم تك ثانيه كده دي بلوج دوت بلوج سبوت دوت كوم. دي اسمها ازاي تعرف تعمل بلوج المدونه زي الفيس بالظبط. خلاص اهو ايوه. مش انا خلاص خلاص. دي كنت ناشرها كده، ولكن ايه دي يعني كنت ده كورس كنت بديه في القاهره، وكان منها ان انا اعرف اعمل مدونه، فعملت لهم مدونه زي دي عشان يشوفوها. خلاص نوع من انواع المواقع اشبه ما يكون بالمجله متوفره على شبكه الانترنت، نشر خدمه موضوع حاجه زي كده يعني. خلاص وعلى فكره فيها تواصل يعني، بصوا برضو ايه، تلاقي ناس مثلا تعلق عندك تعليقات، وناس تعمل تعليق عندك، والكلام ده كله عادي جدا يعني. اهو تمام فده كده. فدي المدونه. طب انا اعملها ازاي دي؟ لازم يكون عندي ايميل على جيميل وبعد كده اعملها. لازم يكون عندي ايميل على الجيميل واعملها. ده لا بس يعني اتعاملت معاها من زمان خالص صراحه. الصوره فيها دبوسه ايه؟ الصوره فيها كان فيها دبوسه. ما خلاص يا عم. ومن غير نظاره. تمام؟ ومن غير نظاره. تمام؟ دي البلوج يا جماعه، دي اونلاين دايري بتنشر عليها اليوميات بتاعتك. قربنا نخلص خلاص. حاجه اسمها البودكاست. خلي بالكوا اللي هيمتحن النت هيستريح في الاي تي، واللي هيمتحن اي تي هيستريح في النت. لانه نفس الاسئله النظري، هم نفس الاسئله النظري بالظبط، يعني الاي تي النت بيجي فيه كام سؤال نظري هم دول. فتلاقي نفسك خدهم مع بعض. خدهم كده لوكشه واحده يعني. البودكاست ده عباره عن داونلود ديجيتال ميديا. يعني ايه ديجيتال ميديا؟ عندكم على الموبايل برامج بتحمل حاجات اغاني والكلام ده كله، زي ايه مثلا؟ ساوند كلاود. سواء على ساوند كلاود، وعلى فكره ساوند كلاود ده مش حاجات اغاني بس، ده حاجات دينيه كمان ممكن تنزلوا منها. فالساوند كلاود ده عباره عن ابلكيشن بتحطه على الموبايل عندك بيحمل ديجيتال ميديا. ديجيتال ميديا يعني حاجات صوتيات بس، فعشان ما انتوا عارفين. فده برضه مميزات النت عندك او مميزات الكمبيوتر في حياتك بيستخدموه ازاي. في حاجه اسمها الفيرشوال كوميونتي، اللي هي الجروبات الوهميه اللي على النت، اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيس وزي تويتر وزي الكلام ده كله. خلاص في برضو حاجه اسمها، انا الكلمات دي تهمني قوي، فورم. الانترنت فورم، كلمه فورمز دي يعني منتدى، المنتديات اللي بتشوفوها على النت زي منتدى ايه؟ ايوه فتكات. منتدى فتكات، نفسي تشوفوه من زمان. منتدى فتكات جدا طبعا. اهو منتدى فتكات. خلاص من اشهر المنتديات اللي معروفه. خلاص ده مكان للمناقشه، بيحط واحد يحط موضوع او حد يحط مشكله وتبدا الناس تتناقش فيها ويحطوا له حلول والكلام ده زي الفيس بالظبط بس في صوره منتدى. خلاص التشات رومز، اللي هي ايه التشات رومز يا جماعه؟ الغرف المحادثات، الغرف اللي انت بتدخل تعمل محادثات فيها. وفي عندك برضو الاونلاين كمبيوتر جيمز، اللي هي عباره عن اللي انت بتلعب على النت، بتلعب عن طريق النت. خلاص زي مثلا انا بحب العب مثلا شطرنج مثلا على النت، واروح منزل البرنامج عنده على الموبايل عندي. خلاص واختار الناس اللي هم الفئه اللي انا بتعامل معاهم، مثلا ناس محترفين، ناس الكلام ده كله، والعب والحمد لله ايه بتغلب على طول. تمام. في اخر حاجه بقى الاونلاين بريكوشز او تحذيرات وانت على النت. ايه التحذيرات اللي انت تخلي بالك منها على النت بقى؟ اول حاجه تحذير، خلي بالك على النت اللي انت تعمل ديسكلوز اليت البيرسونال انفورميشن اس بوسيبل، يعني تحاول بقدر الامكان بياناتك الشخصيه تكون مختصره على ناس معينه. خلاص دي مهمه يعني، يعني رقم تليفونك، الحاجات زي كده، صورك، حته التشيك ان اللي احنا بنعملها كل شويه دي اكبر خطر في العالم. تشيك ان اللي انت كل شويه تقول لك ترافلنج تو مش عارف ايه، انا بعمل تشيك ان اللي انا حاليا في القاهره، بعمل تشيك ان اللي انا كذا. طب في العالم بيقولوا عليها ايه؟
لو انت عملت تشيك ان ولو حد بيتابعك عن طريق النت ممكن يروح البيت عندك ويدخل سرقة علنا، يعرف خط سيرك. فاحنا كل شويه مثلا انت لما تكون مسافر الغردقه وبتاع والكلام ده كله تشيك ان مش عارف، ايوه وتشيك ان تعملها كل ثانيتين، خلي بالك تشيك ان مش عارف داخل ياكل. ايوه بس بصي حاليا في ناس على النت مراقباكي وانت مش عارف، يعني الفيس بتاعك اكيد متراقب صح؟ يعني ممكن يكون واحد مثلا بيحاول يدخل على الاكونت بتاعك من بره ويدخل يشوف البوستات بتاعتك مثلا زي كده سمسم. تمام، في حاجه بيعملوها على النت، في برنامج انا ما اعرفش ايه هو، في خدمه بيعرفك على الفيس مين الناس اللي بيدخل عندك على الاكونت بتاعك. ده البرنامج بينزل برضه ما اعرفش ايه هو صراحه ما عملتهاش، بس يعني بيقول عليه يعني واحد يعرف انت مين بيدخل عندك، بيجيب لك الاكونتات بتاعت الناس دي. طبعا تبقى فضيحه دي، خلي بالك. خلاص فدوروا عليه يعني. ايه والله ولا اعرف، انا لسه هدور يعني. خلاص، رقم تليفونك ما ينفعش تسيبه على النت، صورك البنات طبعا ليهم نصيب كبير في الموضوع ده، وحته ان هي تحط صورها كل شويه طبعا غلط. هو عامه بصوا دايما حتى لو واحد قرر يتصور في جروب خلاص ويتصور من بعيد، دي المفروض بوليسي يعني. حتى لو اتعمل عليها زوم ما ايه تطلع مبكسله الصوره. فيعني وطبعا كل شويه الاولاد طبعا والاطفال والحاجات زي كده كل شويه ايه ابني مش عارف ابن اخويا كذا كذا حسب طبعا والحاجات زي كده يعني بلاش. خلاص طبعا لما تيجي تعمل ايميل اكاونت على جيميل اعمل اكاونت، لازم تعمل ايميل عندك، اتاكد ان دايما اطفالك في البيت مراقبين وهما داخلين على النت. وانا قلت لكم في برنامج اللي هو الانتي بورن ده بقى برنامج كويس، دايما خليك حذر من اي موقع تدخل عليه على النت، وخصوصا لو انت يقول لك مبروك انت كسبت كذا مبروك انت كسبت كذا، ادخل ودخل بياناتك يعني. دي تحذيرات مهمه جدا بالنسبه للنت، ما تحملش حاجه من على النت انت شاكك فيها خلاص، ما تفتحش لينك وخلاص، دي كانت خاصه بالنت. اخر حاجه اسمها الهيلسي، الصحه والامان اثناء استخدامك للكمبيوتر. وانت بتستخدم الكمبيوتر خلي بالك من بعض العادات الخاطئه اللي انت بتعملها. ايه في الاي تي هو خلاص ايه ما هو احنا بنجري فيه بس هو. ايه التحذيرات بقى يا جماعه؟ دايما ميك شور دايما ان الغرفه اللي انت قاعد فيها في الكمبيوتر تكون كومفورتبل، يعني مريحه، مكان يكون مريح وتكون درجه الحراره فيه اديكيت. اديكيت يعني ايه؟ ملائم بالظبط كده. طبعا لازم يكون ما يكونش الجو برد ولا حر خلاص. السخونه على الجهاز غلط. بالنسبه للجهاز جهاز تكون على جهاز غلط والحط لا جهاز. دايما الاضاءه يا جماعه تكون متوفره في الغرفه اللي فيها الكمبيوتر على قدر الامكان. تمام، دايما الغرفه اللي انت تكون فيها جيده الاضاءه. عارفين ليه الاضاءه؟ الاضاءه القليله في الغرفه بيعمل هيدك، الهيدك اللي هو ايه صداع، وبيعمل اي سترين اجهاد للعين خلاص. طبعا احنا ايه لو عندنا مثلا في البيت بنبقى طافيين النور، لو انت هتجيب مسرحيه جديده ولا فيلم جديد ولا لعبه جديده تطفي النور كله، تفتح الكيسه من على الجنب عشان تطفي السجاير او لب طبعا او عصاير او مج طبعا، او تفتح السي دي روم وتحط فيه كوبايه. طبعا الكلام ده كله غلط، اكيد في ناس بتعمل كده على فكره. ده يعني عايز اقول لكم على حاجه، من فتره كده كنا بيجوا يعملوا صيانه للكيسات دي، فالكيسه بيبقى فيها فتحه عندنا من فوق كده مش عارف مكان السيد روم فيها فتحه، فبيفتحوا يلاقوا فيها مناديل عصاير اكياس عصير والله بجد يعني خلاص. فكان يعني اللي بيعمل صيانه هنا كان بيطلع كله تراب. فدايما خلي بالكم من حته ايه، ان انت الاضاءه في الغرفه تكون متوفره. حتى الاطفال يا جماعه، الاطفال غلط الموبايل ده ولا عينيهم لحد سن مش عارف 5 6 سنين، تلاقي ماسك التاب وحطه في عينه كده وشغال فاتح اليوتيوب ايه طول اليوم، ده غلط خلاص. دايما تخلي بالك الاضاءه طبعا بالنسبه لللاب عندك الاشعه اللي طالعه منه غلط، يا ريت تبعد عنه فتره كويسه، يا اما يا ريت تكون حاطط اللي هي الشاشه دي اللي هي ايه الفلتر دي خلاص. لازم تاخد ريجولار بريك من الكمبيوتر كل شويه، ريجولار بريك. الريجولار بريك ده عباره عن ايه يا جماعه؟ كل المفروض 50 دقيقه تاخد 10، كل يعني ساعه الكمبيوتر 50 و10 دقائق دول بريك، عشان تعمل حاجه اسمها ستريتش
او ريلاكس للماسلز بتاعتك. يعني ايه الكلام ده؟ استريتش للماسلز، عضلات رجلك والكلام ده كله تعمل استريتش ليه. خلاص لازم الكرسي اللي تكون قاعد عليه يكون ادجستبل، ادجستبل تشير، كرسي مريح. طب ايه الكرسي المريح؟ ليه ظهر، ليك ليه دراعين. خلاص طبعا الكلام ده زي ما انتم شايفينه طبعا متوفر جدا. خلاص يكون دايما الكرسي اللي قاعد عليه كومبريسور، مش يعني كومبريسور، لو انت قصير يطلعك فوق، طويل ينزلك تحت، بحيث ان انت دايما وانت باصص للشاشه تكون في مستوى واحد. دايما تكون برضو فارد ظهرك وانت قدام الكمبيوتر. طبعا احنا غير كده، احنا لو في حاجه حلوه او فيلم جديد تروح عامل كده، ايوه لعبه مثلا، بتذاكر اي حاجه تكون ضارب عينك في الشاشه. لا اعتقد لو بنذاكر مش هنتنح كده خالص. ده والله اقول لحضرتك، انا يعني انا بذاكر في الفتره دي عشان همتحن حاجه، مفيش الكلام ده. انا كل شويه اقعد افسك بتاع البي دي اف اذاكر فيها شويه واروح فاتح الفيس نص ساعه اقول ايه. فده برضو ايه، انشور ان الماوس والكيبورد بتاعتك يكونوا في وضعيه مناسبه، ما يكونوش بعيد خالص عشان امراض العظام. امراض العظام الكتابه بطريقه خاطئه على الكيبورد بتعمل مرض اسمه مرض ار اس اي، مرض يصيب العظام، بيعمل زي الخشونه، خشونه في العظام وكده. بس دي للناس اللي بيشتغلوا 8 ساعات على الجهاز، 8 ساعات بيكتب. مونيتور طبعا، شاشه نظيفه كويسه، الكابلات تكون في مكان كويس، يا اما الكابل تحطه جوه حاجه اسمها دكت، يا اما تحطها تحت سجاده. خلاص الغرفه تكون جيده، ابعد عن الفاير. الكابلات يا جماعه ما توصلوش اكتر من كابل في فيشه واحده، يعني احنا مثلا ايه ما عندناش مشترك، في اللي هو السوكت ده توصل فيه ثلاثه، توصل الشاشه والبرنتر والشاحن. طبعا ده غلط، الكهرباء اللي بيسيح طبعا وبتاع مع الكهرباء ده كله غلط. خلاص دي برضو من التحذيرات اللي هو بيقول لك خلي بالك منها. دايما خلي بالك برضو تحط فوت ريست في الارض. فوت ريست ده للناس القصيرين، حاجه تحط عليها رجلك، ما تبقاش رجلك كده ايه يعني معلقه. دايما تبعد عن الشاشه مسافه من 90 ل 110 سنتي. خلاص من 90 اهو، يعني اهو انت المفروض باصص كده على الشاشه. خلاص طبعا ايه للناس اللي زي حالاتنا طبعا النظر طبعا ايه زي الفل، مفيش الكلام ده كله. خلاص فده خلي بالكم من حاجه زي كده. دي الجلسه الصحيحه لشخص على الكمبيوتر. او واحد بيطول شعره تمام. وده الفوت ريست اهو يا جماعه، ده طبعا دراعك هنا اللي هي الارم شوت بي الزاويه بتاعته قايمه او حاده يا جماعه، قايمه او حاده، مش انا اسف قايمه او منفرجه لكن مش حاده. يبقى انت كده باصص في الشاشه. ظهرك طبعا زي ما انت شايف، عينيك، الشاشه في وضعيه مناسبه. ده شخص قاعد على لابتوب، حتى اللابتوب بيه برضه ليه ترابيزه، ادي العلامه بتاعت اللابتوب. اساسا المفروض اللاب بتاعك ما يتحطش بالوضعيه اللي احنا نسيبه كده، ملاصق للشاشه للارض او للمكتب عشان السخونه بتاعته، السخونه بتاعت اللاب خصوصا في الصيف. دايما الناس بتشتري له ستاند، ستاند كده بتاع كده فيه مراوح من تحت يبارك عليه، ومبرد عشان السخونه بتاعت الصيف دي. خلاص يا جماعه دي كلها خاصه بايه، يعني قربنا. البيئه المحيطه بالكمبيوتر حاول بقدر الامكان تعمل ريسايكل. يعني ايه ريسايكل؟ ما تستخدمش اي ورقه وخلاص، لو في ورقه ما ترماش في الارض، اعمل سيف للباور، استهلك كهرباء الكمبيوتر بشكل اقتصادي شويه. بمعنى لو انت هتسيب الجهاز بتاعك لفتره زمنيه ساعه او ساعتين مش اكثر من كده، حطه على وضع السليب. وضع السليب ده وضعيه بتخلي الكمبيوتر يستهلك كهرباء اقل. ازاي؟ اهو كليك يمين وتدخل على البيرسوناليز بتاعته، ومنها ديسكتوب باك جراوند، لا سكرين سيفر. خلاص كده يا جماعه سكرين سيفر، ومنها تدخل على باور سيتنج، ومنها تدخل على تشينج بلين سيتنج. خلاص في هنا حاجه اسمها تيرن اوف ذا ديسبلاي، بيقفل لك الشاشه بعد قد ايه؟ قول له مثلا يقفل لي الشاشه مثلا بعد 5 دقائق او بعد ساعه او بس ساعتين. بعد 5 دقائق وانت سايب الكمبيوتر، يعني انت مش عامل حركه، مش بتتحرك كده فيه، يعني انت مش بتحرك الماوس فيه، يعني هو بعد 5 دقائق هيلاقي ان الماوس مش متحرك يفصل الشاشه. هنا برضو اللي هو السليب، هيلاقي الجهاز مش شغال بعد 5 دقائق مثلا يروح فاصل. دايما اسمها السليب ده بيضع الكمبيوتر في اقل استهلاك. بصوا كده ده التعريف بتاعه سليب اهو، بيقول لك سيف يور سيشن اند بوت ذا كمبيوتر ان لو باور ستيت. لو باور ستيت يعني ايه؟ اقل استهلاك للكهرباء.
خلاص، دي برضو من الحاجات الصح، من عوامل الامان يعني. ايه من عوامل الامان تاني برضو؟ اهو بيشرحها لك اهو، الخطوات دي اللي بقول لكم عليها اهو اهو. فاحنا كده برضو بنوفر في الصفحات. السكيورتي، دخلنا في السكيورتي خلاص. اليوزر نيم والباسورد، امن نفسك باليوزر نيم والباسورد. ايه اخر حاجه؟ اليوزر نيم والباسورد، واحنا اتكلمنا ان لازم يكون تكون عامل باسورد كويسه. ادي البوليسي بتاعت الباسورد اهو اللي انا بعلم لكم عليه. ايه هي؟ نقراها كده. دونت شير الباسورد بتاعتك with user. Don't use words in dictionary أو easily guessed password. حد يخمنها بسهولة زي ان انت تكتب له كلمة باسورد. غير الباسورد بشكل regular، وده كان السؤال في الامتحان. الباسورد بتاعتك ما يقلش عن 8 حروف وارقام. Mix both يعني ايه؟ يعني يكون بين lower cases، يعني حروف small وحروف capital، حاجات alphabetical والكلام ده كله. تمام. دي طبعا دي خاصه بالباسورد. حاجه برضو من عوامل الامان اللي انت دايما تكون عامل باك اب من الداتا بتاعتك. باك اب يعني ايه؟ باك اب ده يا جماعه نسخه احتياطيه. خدناها في الويندوز، دي بتعمل نسخه احتياطيه من الداتا بتاعتك. تكون عامل فاير وول، عرفناها طبعا. تكون طبعا في مشكله في الفيروس والمالوير. ايه الفيروس والمالوير دي يا جماعه؟ المالوير دي للبرامج الخبيثه، اللي هو عباره عن ايه؟ برنامج تسطبه عندك، واول ما تسطبه يروح مدخل لك فيروس على الجهاز. فالمالوير ده طبعا مشكلته ان هو بيبهدل لك الدنيا عندك، وتضطر ان انت تعمل سكان للجهاز والكلام ده كله. خلاص. وفي اشهر فيروس معروف هو فيروس التروجن. الفيروس التروجن ده عباره عن فيروس واحد بس بيدخل يدلت لك كل الملفات اللي عندك على الكمبيوتر. خلاص. فدي خلي بالكم من الفيروس والمشاكل بتاعته. طب انا اعمل ايه عشان الفيروس؟ لازم يكون عندي انتي فيروس، ومش عندي انتي فيروس وبس، لازم اكون عامل له كمان ايه يا جماعه؟ ابديت، لازم اكون بحدث الفيروس. فعلا دي يا اسامه دي اخر صفحه يعني، من والباقيين دول رغي. احنا عندنا حاجه اسمها الكوبي رايت يا جماعه، او حقوق النسخ والقانون. تصنف البرامج يا جماعه من حيث انشائها لثلاث انواع. البرامج تصنف من حيث انشائها لثلاث انواع. في برامج بيسموها برامج كوبي رايتد. كوبي رايتد يعني ايه؟ يعني محميه بحقوق النسخ، بحيث ان انت ما ينفعش تستخدم البرنامج ده الا لما تاخد بيرميشن من الاوثر. بالظبط، اللي هو المؤلف نفسه. طب ايه البرامج اللي ايه الحاجات اللي بتخضع لحقوق النسخ؟ بعض الصور اللي على النت اللي انت بتنزلها، ممكن تقف على الصوره يقول لك قد تكون الصوره خاضعه للملكيه الفكريه. الاغاني، يعني انت ما ينفعش تجيب لي مثلا شريط عمرو دياب وتطلع انت تغنيه. خلاص، وتقولي ده لا طبعا، هو بيبقى شاري البرنامج، شاري الاغنيه دي ولا الكلام ده كله، فايه ما ينفعش. اللي هي الصوره بتاعت الموناليزا، حاجه مرسومه، ما ينفعش واحد يكون لاسمها وانت تحط صور اسمك عليها. مثلا، او الجيمز، ما ينفعش انت تستخدم الجيم. السوفت وير، مقاله في كتاب نفسه، ما ينفعش تجيب كتاب وتروح كاتب عليه اسمك وتبيعه. خلاص، فدي كلها خاضعه لحقوق النسخ. حتى بعد ما انت تشتري اسطوانه او تشتري كتاب، ما ينفعش تروح تبيعه، لان تظل الملكيه الفكريه للشخص نفسه اللي هو عمله. لكن في برامج اسمها البرامج الفري وير. الفري وير اللي هي ايه؟ اللي هي البرامج المجانيه، اللي بيقول لك عليها يو دونت هاف تو باي فور، مش محتاج تدفع عشان تمتلكها، زي مثلا الواتس والفايبر والفيس ابلكيشن والكلام ده كله. وفي برامج اخيره اسمها برامج الترايل، البرامج اللي هي شير وير. الشير وير دي عباره عن برامج بتبقى محدده بوقت، بعد ما بيعدي الوقت بتاعها خلاص بيقفل البرنامج وتضطر انت تشتريه. زي مثلا الانترنت داونلود مانجر، البرنامج ده مش يقول لك لمده 30 يوم، يفتح لك البرنامج لمده 30 يوم وبعد 30 يوم يروح قافل لك البرنامج. خلاص، ولكن احنا طبعا بنضربه بالايه؟ بالكراك والكلام ده كله. في العالم في قانون معروف في العالم كله اسمه قانون حمايه البيانات. قانون حماية البيانات ده يا جماعة، طبعا ده شرح الشير وير والفري وير واللي انا بقول لكم عليه. قانون حماية البيانات ده اللي هو ايه يا جماعة؟ بيلزم أي مؤسسة إن هي تأمن بيانات العملاء اللي عندها. ولو البيانات بتاعتك اتسربت تعرف تقاضي الشركة دي. تعمل مقاضاة ليه. في كل حتة في العالم بيبقى القانون ده بيختلف. يعني في أمريكا متاح، في مصر مش عارف إيه، على حسب يعني. ولكن أيرلندا هي أول ناس، أول دولة في العالم أسست قانون اسمه قانون حماية البيانات. خلاص،
يمكن دي اخر حاجه في الاي تي خلاص، بعد كده بيرغي في قانون حمايه البيانات. تمام، الاي تي يتذاكر يعني، لو عايز تذاكره ذاكره من الايه، من الفيديو ده خلاص.